السلام عليكم، مرحبا بكم الكوزينة ديال لاكوزين. اليوم نعمل لكم كريب بطريقة سهلة بزاف. المقادير ديال الكريب عندي هنايا 200 غرام ديال الطحين، معلقة صغيرة ديال الملح، وواحد البيضة، والزبدة كيف ما كان. عندي هنا 200 مليليتر ديال الحليب، 200 مليليتر ديال الماء. تقدروا تستعملوا غير الحليب بوحدو، هنا 400 مليليتر، ولا تستعملوا غير الماء بوحدو. انا تنخلطها، تنعمل شويه ديال الماء شويه ديال الحليب. الحليب تتبنن شويه، ولكن الا بغيتوا ديروا غير الماء تقدر تعملوا غير الماء. انا تنعملها شي خطرات بلا الحليب. بغيتوا تزيدوا الطحين، نقولوا نص كيلو 500 غرام. البيضات خصها تبقى وحده، الا زدتوا البيضه درتوا جوج بيضات تجي النسمه ديال البيضه بزاف في الكريب. المهم واخا عملتوا نص كيلو ديال الطحين تتخرج لكم بزاف، ولكن عملوا واحد البيضه ما تعملوش جوج. ولكن عملتوا كيلو كيلو تخرج لكم، تاكلوا الشعب في المغرب كامل، ديروا في جوج البيضات. الا خلطتوا هذا الشيء تقدروا تفرقوا الطحين وتعملوا فيها شي مذاق. المذاق بحال الفانيل، زعما شويه تعملوا في فانيل وشويه تعملوا ليها القرفه، ولا ديروا واحد المذاق في فانيل، ولا واحد المذاق فيه غير قرفه، ولا تخليوه هكا ناتوريل. بالنسبه انايا تتعجبني ناتوريل، ما تنديرش فيها فانيل، ما تندير فيهش قرفه، ناتوريل تتعجبني احسن. دابا نوضنا نخلطوا هادشي ونهز باش نخلط ونرجع عندكم ان شاء الله. ها كي شفتوا معايا عملت الطحين هنايا، هنايا نعمل داك البيضه، ملحه، الزبده تنحتاجوه في الاخر ما غنطيبو، نعمل الماء والحليب ونخلط هذا الشيء. كي شفتوا معايا هو خلطته. دابا الا بغيتوا تعملوا المذاق فيها بحال فانيل ولا قرفه تقدروا تفرقوا هذا على جوج ولا على ثلاثه، تعملوا شويه ناتوريل شويه فيها المذاق ديال الفانيل، شويه فيها المذاق ديال قرفه. انا نخليها هكا ناتوريال، هذا جبتو غير باش نوري لكم. الطحين خصو يكون خفيف جاري، تقول الحين خصو يكون جاري. انا جاتني شويه بحال قاسحه شويه، نزيد فيها شويه ديال الماء ولا الحليب اللي بغيتو. انا نزيد شويه ديال الماء، انا نزيد واحد 100 مليليتر ديال الماء، يجي جاري شويه. دابا كي تسمعوا جاري، ما يحتاجوش باش تخلطوها بزاف، خصك غير تخلطوها تتحيد هذيك حبيبات ديال الطحين كامل. الا ما خص ماشي ضروري خصك تخلطيها بزاف. كي شفتوا ها هو خفيف تتجاري بحال ما. ودابا نمشيو للطريقه ديال الطياب. هنايا عندي مقله خصكم اللي تستعملوا البغرير، خصهم ما يكونش تيلصق. خليو مقله تسخن شويه وما تعملوش بحال البغرير تنبردوا شويه المقله من تحت. هنا نديرو الزبده، ديروا كل الزبده وهزوا مغرف وعملوا غير شويه تجي دقيقه، وبالمقله تمشي بالمقله هكذا باش يجي في الجناب كله، وتخليه يطيب شويه عليه. شحال ما هو رقيق هو مزيان، حاولوا عملوا كريب ديالكم رقيق بزاف على حساب العبار. انا عندي هذا سميته مغرف وقيله باش يتسقيو صغير. في المغرب تيكونوا عندهم هذاك الكبار، ما تستعملوش كامل غير النص ديالو ولا شويه قل عاد.
لقلبته، عملوا ديريكت هنا فوق منه الزبدة كله، ثم تنقلبوا عاودنا شوية هيدا، وانت عملت هنايا الزبدة فوق منه، عاد تنقلبو حتى نردو على جهة أخرى وتخليه يطيب. العافية ما تكتروش العافية بزاف، غير شوية باش ما يحرقش لكم، وخليه يطيب شوية على خاطره. مرة مرة قلبوها شوفوا واش طابت من تحت ولا لا. نديرو هكا نشوف. كريب خصها ما يطيبش بزاف، خصها تتحرك. صافي هيدا، صافي هو الطاب، هيدا هو الطاب. الا حيدتوها ديروا عاوتاني الزبده، كل مره ديروا الكريب خصها تعملوا الزبده، ديروا الخليط وتمشاو مع المقله. وخليه يطيب عاوتاني. نفس الطريقة عاوتاني تقلبوها وتعملوا الزبدة. سهلة بزاف، والدراري تيحمقوا عليها. تقدر تاكلوها مع الفانيل السكر، سميتها كراسي السكر كراسي، تعملوا انما بلا تعملوا الزبدة، تعملوا غير اش بغيت نقول لكم. الا بغات تاكلوها ان هو درت فيه على الزبده، انما غتاكلوها. كاينين شي ناس تيطيبوها كارمه وملي تيحطوا فوق الطبله عاد تيعدلوا عليها الزبده فوق منه، وعاد يعملوا السكر كلاصي. انا تنعمل هنايا الزبده باش تجي زوينه ورطبه، وملي غتاكلوها تقدر تعدلوا فوق منها غير السكر كلاصي. الا عجبتكم تعملوها فوق منها الشوكولات، وكاينه حتى بحال العسل ديال لاكريب، خاص ديال لاكريب، ولكن تقدر تعملو حتى العسل عادية. هذا باش شفتو معايا هي قلبتها، دير عليها عاود تاني الزبدة فوق منها، ندير شوية هنايا ونقلبو باش نخليه يطيب في جهة أخرى. هنا هاد الجهة طابت هي هاديك، تحت تحت هادي كريب تحتاني دايما تيكون هيدا هاد اللون، ولكن فوقاني تيكون هيدا شويه بيض شويه شويه قهوي. حضيو معكم باش ما يتحرقش لكم. ها هي دابا صافي، هي طابت. ملي تتحيدوها من المقله تتكون شويه مقرمله، ولكن هكاك 5 دقائق هكاك موراها صافي تتبرد شويه، تتولي رطبه بزاف بحال هكا اللي تاكلوا في الكافي. المهم كي شفتوا معايا ودك عاوتاني الزبده، نزيد شويه درت الخليط، وهيدا تعملوها حتى تكملوا الطحين ديالكم كامل. ونقول لكم من بعد نوري لكم نوري لكم كيخرج. نعم كي شفتوا معايا هو النتيجه ديال هذاك كريب، حنا تنقولها لها بانكوك. كي تيبان لكم تيبان لكم الصبع ديالي ان تجي رقيقه. تقدر تحطوها هيدا فوق الطبله مع الفطور، ولا في العشيه، ولا مع القهوه. هي تجي زوينه بزاف مع
اما مع السكر كلاصي ولا شوكو باستا ولا المهم اللي حبيتو، تقدروا تعملوها هكا فوق منها وتلووها هيدا وتاكلوها. عاود اشنو تقدر تعملوها؟ تعملوها حتى في العشيه مورا الماكله، مي تتحطوا لا طارطه ولا شي كيكه شي حاجه حلوه، تقدر تحطوا حتى هذه تعملوا ليها هيدا وديروا هكا في الطبسيل وتحطوا له معاها شويه توت الارض وشويه البنان ولا غير توت الارض مع شويه ديال الايس ايس كريم ديال الفانيل. ايس كريم هي يا ايس كريم هي ماشي بولو، ولكن تيكون بارد. تعملوا هنايا شي ثلاثه الكويرات ولا جوج وتزوقوها فوق منها بشوكولات داب دايبه ولا مع كراميل دايبه، ولا ترشوا عليها شويه ديال السكر كلاصي، تجي المنظر ديالها واعر واعر بزاف وبنين بزاف بحال البلاصه ديال الطارطه. تعملوا هيدا. المهم شنو نقول لكم؟ بالصحة والراحة، وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو آخر. وما تنساوشي عملوا لايك وفيديو فرقوها مع عائلة وصحاب وكل شيء. والسلام عليكم.